السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في وصفات أم محمد أنس راح نقدم لكم بيسكوي رولي بالكاكاو، راح نديرو فيه كريم شانتيي ونرشوه بسكر غلاس، يعني ونديرو له ثاني سيرو. راح نوريكم الطريقة باش تنجحوا في البيسكوي رولي. لهذا الكيفية سحقوا 6 حبات بيض، سحقوا 90 غرام تاع فارينة، نسحقوا 110 غرام تاع سكر حرش تاع قهوة، نسحقوا 7 غرام تاع كاكاو بني. نبداو بسم الله نضربوا السكر مع البيض، لازم يتخلطوا مليح بالفوي. ندير البيض نزيدوا عليه السكر، نضربوا هذه المكونات مع بعض، نخلطوهم بالفوي حتى يطلع لنا يعني يولي الخليط بيض. في الوقت اللي نكون نخلط في البيض مع السكر لازم نوجد سيرو. لهذا الكيفيه تاع السيرو نسحقوا 200 غرام تاع سكر حرش، نسحقوا 250 مللتر تاع الماء، ونسحقوا شريحه تاع تشينا ولا ديروا قعص اللي تبغوا. اذا راح نفرغ السكر ونحط عليه الماء، يعني نخليه يغلي. بعد ما يغلي ندير هذيك التشينه ونزيد عليه 5 دقائق ونطفي. بعد ما ضربنا الخليط تاع البيض مع السكر لازم تحصلوا على هذه النتيجه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش يولي كيما لا كريم. نضربوه مليح، يعني كي ديروه في البيتخا انا درت الفيتاس، بديت بال1 من بعد 2 3 حتى ل6، يعني بديت نطلع بشويه باش ضربته بهذه الطريقه. في الوقت هذا راح نزيدو الفارينه، ولكن لازم نصيروها ما نديروهاش كيما راهي. ديروا فيها هذيك الفارينه قلت لكم 90 غرام، راح نصيرها ونزيد 7 غرام تاع الكاكاو البني. يعني صدقوني هذه الكيفيه ناجحه 100%، جربوها ما غاديش تندموا. كما راكم تشوفوا نخلط، خلط غير بشويه بلا ما نخسر الخليط تاعي، يعني نبقى ندور هكا بشويه برك باش تدخل الفارينه في وسط البيض والسكر. بعد ما جبنا البلاي يدخل الكوشه درت فيه بابي كويسون، لازم البابي كويسون على خاطر هو اللي راح يعاوننا باش ندوروا الكيك تاعنا. انا لصقته بشويه تاع العجينه في الكوا هذا، راح نفرغ العجين. ما نخليش جهه عاليه وجهه هابطه، لازم يكون قاع كيف كيف. هاد الوقت هذا انا كنت سخنت الكوشه، راح ندخل كيكولي والكوشه سخونه بعد نقصلو النار ونخليه يطيب. لازم نقصلو النار ما نخليش يعني النار قويه. يعني بعد ما غلى السيغو تاعنا، يعني خلينا حتى غلى السكر هذاك مع الماء. بعد ما غلينا درت لافانديل تاع التشينا وخليته 5 دقائق فوق النار وطفيت عليه. درك راح نخليه يبرد. في الوقت هذا اللي يكون يبرد فيه السيغو راح نحضروا الشونتيي. كريم شونتيي عندي هنايا 300 غرام تاع بودغ شونتيي، وعندي 200 مليلتر ماء بارد، لازم يكون بارد. يعني نديروا 200 مليلتر نعبروها ونديروها شويه في الفريجيدير يبرد، لازم يكون بارد. راح نخلط الشونتيي ونزيد عليها الماء بارد. نفرغ فوقها الماء بارد ونديرهم يتخلطوا بالفوي، لازم يضربوا مليح. بعد ما طابلو كيك رولي كيما راكم تشوفوا، توجو قلت لكم نتيستو بالكيردون. كي ندخلو الكيردون نلقاو ما نلقاوش لاجي، معناتها راه طايب. نشعلو عليه بالفوق النار غير باش يحمر، لازم يكون السيغو بارد. راح نديرو له السيغو من الفوق. بعد ما رشيت الكيك رولي بالسيغو كيما راكم تشوفو ولا بيسكوي رولي، راكم تشوفوا لا كريم شونتي كيفاش خدمتها كيفاش خرجت.
راح ندير له شويه تاع ماكريم فروست. درك راح نبداو نلونو فيه. بسم الله. نديرو في اسيط ونكملو بالديكور تاعو. بعد ما كملنا لوينا الكيك غولي كيما راكم تشوفو، راح نرشو بشوية تاع سكر غلاس. بعد ما كملنا رشينا بسكر غلاس، انا كنت درت لا كريم شونتيي اللي بقات لي في لاكوش ادوي، وراح نديكوريو هذا الكيك. هنا الديكور يرجع لكم ديرو الاشكال كيما تبغو. بعد ما كملت ديكوريت الكيك غولي بالكريم شونتي من الفوق، غادي ندير له لي سيريز كونفيت ونبرك الديكور. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم اشتركوا معايا في قناه وصفات ام حمد انس على اليوتيوب، صفحه تاعي على الفيسبوك وصفات ام حمد انس. وشكرا.